السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نشارك معكم أجواء أمطار الخير خاص مدينة أكادير. أجواء ممتعة، أجواء رائعة، أجواء خيالية، أجواء ممطرة تماما. كما كتشوفوا معنا حاليا كتوجدوا في طال برشت، أجواء خيالية، أجواء ممتعة تماما. هذه هي طال برشت كما كتشوفوا، نزول أمطار غزيرة لبداية ديال الأسبوع اليوم الاثنين، هذا هو الواقع. 24 مارس 2024، أجواء رائعة، أجواء ممتعة، أجواء خيالية، اللهم بارك. غادي نكتشفوا لكم المزيد ديال الأجواء ديال الأمطار غزيرة خاص مدينة أكادير. اللي عليكم هو تبعوا هذا اللايف، عفوا رمضان هذا ومشكلة ما كاين المونتاج ديريكت، حط لكم هذا الشيء ديريكت. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100,000 مشترك. كلشي يدير ابوني وكلشي يشترك، بارطاجيو لينا عادي جدا. الى شفت هذا الفيديو علاش ما تشترك ودير ابوني؟ فين كاين المشكل الى درتي ابوني؟ هذا هو الواقع. ايوا أجواء ممطرة كما كتشوفوا، الشتا باقي كتنزل حاليا، الشتا كتنزل. غنكتشفوا لكم مزيد كما كتشوفوا هاد البلاصة، اللهم بارك. إذا دازت العاصفة الرعدية خاص في الصباح هنا، أزيد 3 سوايع ديال العاصفة الرعدية ودازت بسلام الحمد لله. إذا كما كتشوفوا الشوارع ما كاينش الغرق لا حتى شي حاجة، دازت العاصفة. وأنا خرجت لكم دابا باش نصور لكم أجواء ديال الشتاء، هذا هو الواقع. هاز الميدالة ديالي وغادي على رجيلاتي باش نصور لكم الشتاء، ويا ربي تكون الشتاء مجهدة باش نصور لكم الأودية. نتمنى الحلم يتحقق من جديد، نتمنى الحلم يتحقق من جديد. إلا كان العاصفة رعدية والفيضان غادي نصور لكم الأودية من جديد. إوا طال برشت هي هادي أجمل مكان في أكادير، مكان ممتع، مكان رائع جدا تماما تبارك الله. إذا أجواء خيالية، أجواء ممتعة، نتمنى الإعجاب ديالكم. إوا حاليا اش غادي نقول لكم، الريح باقي كاين وفي نفس الوقت الشتاء مستمرة، أمطار غزيرة باقي مستمرة هاد الليلة وغدا، يومين ديال الشتاء. شوفوا تبارك الله، شوف اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. ها الحمامة كتعرفوا بزاف، كتعرفوا هاي 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 هاي، تبارك الله المليحة يا تبارك الله. أكادير فولكي، أكادير زوين تبارك الله. أنا الحاجة اللي كتعجبني في أكادير هو المناخ ديالو، الجو يا سلام. والترا ما يمكنش عنده 4 ديال الأجواء، واليوم ديال الفجر راه ما كان كاع ما كاين كاع الشتاء، ولا واحد كان كينتظر الشتاء إلا أنا اللي قلتها لكم في القناة ديالي، قلت لكم راه الشتاء غادي تكون يوم الاثنين، وها هي جات والله العظيم مع الفجر ما كاينه لا ضباب لا حتى شي حاجه، اجواء عاديه، اجواء هادئه، سبحان الله كون فيكون. اذا كنعتذر لكم، راكم عارفين صايمين ما كنقدرش نبدع حيت صعب جدا تبدع خاص في شهر رمضان حيت راكم عارفين التوقيت دابا 3 وفي الجوع وفي العطش، راكم عارفين.
اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير كما كتشوفوا الاجواء. كنعتذر لكم. رمضان هذا. ما لقيت هذه فين دوز غير قدامي. دوزي من اللي تعطرتي فينا ورمضان هذا. اذا كما قلنا اجواء ممتعه، اجواء خياليه، اجواء رائعه، خاص في ساحه الامال. هذه هي ساحه الامال، ساحه سر رائعه جدا اللي عزيز عند بيزافني. بدا يتمشى بيزاف هنا، بيزافني بدا يصور هنا، بدا يتمشى هنا. هو دابا غادي لاكوط، هو بيزاف غادي لاكوط. هو دابا اليوم العيد عنده، هو دابا الاحتفال ديالو بالامطار غزيره. بيزاف نحتفل، احتفل بالامطار غزيره. تنزل الشتاء يخرج بحال البوبوش حتى هو يخرج. دابا حاليا بيزاف يتمتع، يتمتع بهاد الاجواء الرائعه جدا، ويتمتع بنزول امطار غزيره، وفي نفس الوقت خدمه، في نفس الوقت يخدم لكم فيديو كما بغيتو نتوما. اذا كما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء ممتعه. الله يخليكم الاخوان، ساعدونا باش نوصلوا 100K. بغينا نوصلوا 100K. راكم عارفين اليوتيوب كلها مشاكل، كلها مشاكل. قناه جديده قريبا، قريبا غادي نفتحوا لكم قناه جديده ان شاء الله بحول الله. اذا هانتوما كما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء خياليه، اجواء ممتعه. اذا نتمنى يكون خير. اذا هاد الامطار غزيره شهر مارس كتحط المفعول تقريبا 50%، ماشي 100%، 50% كتحط المفعول. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وهاد الشتاء في صالح الارض. اذا خصوصا اركان يستافد منها، شجره اركان تستافد من هاد الامطار غزيره. هو كما كتشوفوا اللهم بارك، الرحمه ديال سيدي ربي، الخير والبركه. شوف، هذه الشتاء، هذه عاصفه رعديه اللي دازت، الخير ديال سيدي ربي. شوف الخير ديال سيدي ربي، الحمد لله والشكر لله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. شوفوا، شوفوا النعمه ديال الله، سبحان الله. اجواء خياليه، اجواء ممتعه تماما. اذا هاد الامطار غزيره باقي مستمره، غادي نديرو مجهودات ديالنا باش نصور لكم بعض الاوديه خاص في اكادير. شوفوا، شوفوا الطبيعه، تمتعوا ليا مع راسكم الاخوان، تمتعوا ليا مع راسكم. تبرعوا ليا مع راسكم في هذا الفيديو. اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. اكادير امازيغ، 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 تنمير، تنمير امازيغ. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. هذا هو الشارع الكبير أكادير 2024. اللهم بارك، تنمرتي مازيغن، إي مازيغن، غزالة سوس، حسنية أكادير. أي هاي هاي هاي، ملعب أدرار، إما زيغن، إما زيغن، إما زيغن، تاريخ إما زيغن. اللهم بارك، دائما واحد الحب، راه دائما حب لإما زيغن، حب لهذا.